عشان تلحق بعد ما الموضوع هرب منك. لا ما كنتش هتلحق برضه. الفرقة السنغال مضيعة فرص كتير. انت ايه الفرص؟ قول لي ايه الفرص اللي جات لمنتخب بتوع مصر؟ زيزو الاثنين بتوع زيزو، بس واحده بدماغه، واحده بدماغه والثانيه اللي بالجنب اللي عدى فات عدى من اثنين وحطها جنب العرض وعملها بالجون. طيب حطها في الضيقه. هم كام فرصه راحت منهم؟ فرص كتير. هم راح منهم اربعه فرص في كتير الاكسترا يعني تايم. فرص ده انا اربع فرص بالتحديد مسيطرين بشكل كامل على المباراه يعني. ده فريق الاعداد عندنا عاملين احصائيات حاجات غريبه جدا. ده السنغال جالهم 10 ضربات ركنيه، 10 ركنيات واحنا اثنين. انت عارف اول ركنيه جات لنا في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 40 الشوط الاولاني، في الدقيقه 40. يعني دي بتقول ما ده علامه بتقول لك ان انت ما بتوصلش عشان تقدر تعمل ترديدات على المرمى 9-1، دقه التمرير 61%، السنغال 73. يعني في حاجات كتير جدا. تسديدات على المرمى 25 للسنغال 5 لمصر. يعني اجمالي التسديدات استحواذ 59 للسنغال 41 مصر. اجمالي التسديدات 25 ل5 لمصر. اللي على المرمى اللي هي ممكن تكون فيها خطوره 9-1. فبرضه في الاستحواذ طبعا، انا مش هتكلم على الاستحواذ لان انا ما بيفرقش معايا الاستحواذ اللي هو الا اذا كان استحواذ ايجابي، اللي هو بيبقى فيه نهايه الاستحواذ بيبقى على المرمى، ده انا اللي اسميه استحواذ ايجابي. لكن اللي احنا شايفينه في حاجات كتير مش مظبوطه برضه. يعني هسيب محمد برضه يتكلم، لكن احنا لما نيجي نتكلم على انت ايه اللي هتعمله بعد كده، لا في حاجات يعني المفروض تبقى مختلفه خالص عن اللي انت عملته واللي انت فكرت فيه واللي انت حاولت ان انت توصل بيه لاحسن مستوى. لا احنا المفروض يبقى عندنا احسن من كده بكتير. اللعيبه اللي عندنا ممكن يكون معاها فكر مختلف يقدر يوصلنا لمستوى احسن من كده. طيب كيروش اضاف ايه لمنتخب مصر يا كابتن يوسف من توليه في شهر 10 او 9 ل 10 اللي فات حتى أضاف الان؟ اضاف هقول لك حاجه عليه وليه. كيروش عليه حاجات وليه حاجات. يحسب ليه جرأته في الدفع بوجوه جديده، ممكن كان تاخد وقت كبير اكتر من كده عشان تنضم للمنتخب. هو جريء في الحته دي وبيدي فرص وراهن على بعض الاسامي وقدر ينجح ان هم مين اللي اداهم فرص يعني. عندك محمد عبد المنعم، عندك من ورا محمد عبد المنعم، عندك فتوح، عندك فتوح بس كان بيلعب ايام كابتن حسام البدري، لكن محمد عبد المنعم، عندك عمر كمال عبد الواحد، عندك شفنا بس ما كملش. لا عمر ما كملش. ما هو لو هو مقتنع بيه، انا قلت لك المره اللي فاتت بس يوم السبت قلت لك هو مش يعني مقتنع بعمر كمال. لعب بيه كاس امم. لا هو مش مقتنع بعمر كمال في الباك رايت. مين تاني؟ محمد عبد المنعم، امام عاشور. عندك في وسط الملعب في مهند لاشين وطلعه وجاب دونجا.